طب والنعمة في ريحة البنت الجميلة قوي، بنتك ما شاء الله بدر الدور، ده الراجل أول ما شافها وقال هي دي ولازم أتجوزها. بس هو شافها فين بس يا ست؟ ما هو صاحب خالي في الشغل في مصر، وخالي لما جاي يزورني جابه معاه، ويظهر كده يا اخويا ان شاف بنتك وهي بتملى ولا بتطحن مش فاكره. القصد ان هو شافها لنصيبها وحظها الحلوه. ها نقول مبروك. صبرك بس عليا يا ست، انا سمعت يعني ان الجواز ده يعني مش حلال قوي. يعني مش حلال قوي يعني ايه؟ هو في حلال قوي وفي حلال نص نص، هي البلد دي بتحلل وتحرم على مزاجها ولا ايه؟ بقول لك الراجل هيجي يتقدم لها رسمي وعلى عين الكل، وهيدفع المهر اللي انا قلت لك عليه ومحدش شريكك فيه، وهيجيب لها الشبكه اللي هي عايزاها، وكلها شهر واحد يا اخويا، وبنتك ترجع شاربه النعمه ومتنغنغ، والف واحد يتمناها ويجي يطلب ايديها منك. يلا سمعني كلمه حلوه وروح قول مبروك لبنتك. طب ومقام السايح اذا كان كده؟ دي جميله بنتك دي تبقى بخيطه مبخته او حياه ربنا. اهي حنان بتقول لك نفس الكلام، بنتك حظها واسع، ما تقفش في الخلة تندم انت وهي. بقولك يا ست، يعني هيدفع المهر كله في مجيته دي؟ لو عايز يا اخويا يدفع المهر كله قبل ما يجي ماشي الكلام. على البركة. سمعيني يا بنت يا حنان، زغروطة حلوة لابو جميلة وبنته. انت العالي فوق كل عالي، وانت اللي بتغني وانت اللي بتفقر. يا رب انا مش طالبه منك غير الستر، وانك تكفيني شر العوزه وشر زعقة الجوع في البطن، انا وعيالي وابوهم وامه العياني. انت اللي احنها المولود من الوالدة، عالم بحالي وغني عن سؤالي، ورحمتك رسملي في حل ومحتلني. يا رب يا رب ما تجعلنيش يا رب مد ايدي لحد غيري، يا رب ما تجعلنيش يا رب مد ايدي لحد غيرك. بنا يا رب وارحمنا، انت الرحمن الرحيم يا رب، انت الرحمن الرحيم يا رب يا رب. يا حلاوة يا ولادي، يا حلاوة يا ولادي. بس كده اهو ادي السي. انت مفكر انك هتقفلها عليا؟ دي بعيد عن شنبك يا حيل. لا بعيد ولا حاجة يا اخويا. يا غباشي انزل بالسه، ولو معاه الجهار اقفلها له بالشيش طوالي. وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايه؟ انا سكيت لك من الاول يا لملوك علشان خاطر غباشي، ونبهت عليك مرتين وتلاتة ما تفتحش بقك. خلاص يا ابو عيلة خلاص، انت هتتلكك ولا ايه؟ انا كنت هلعب البيش من الاساس. لا والنبي يا اخويا. طب اهو ادي الدور اهو، عشان تبقى تلعب البيش وتنبسط بقريب. ايه التلاكيك دي يا ابو العيله؟ ما تتزربنش علينا كده، الحق بقى تشيل المشاريب يا ابو العيله. وانت شخشيشك اصلا انت؟ قال لا صدق يا لملو، انت راجل عديم الاخلاق. من غير ما نغلط في بعض يا ابو العيله. خلاص يا عم ادفع كده المشاريب وما عدتش تلعبني تاني ابدا. لا والنبي ايه ده، انت حلو انت كمان اهو. طب يا مين بالله العظيم، انا كنت جاي وناوي احاسب على كل الطلبات اللي انا طلبتها، بس بعد الحركات اللي انتوا بتعملوها دي انا مش هدفع حاجه. وانت اللي هتدفع يا غباشي، لان العشرة كده عليك، انت اللي مغلوب. ايه؟ يا عافيه بقى يا ابو العيل، اديك شفتها بعينيك. عافيه يا سيدي، وانتوا الجوز اما تلمتوش هطلع غلب الدنيا فيكم، ومش هيبقى كلام بس. عيب ايه يا ابو العيل؟ هتشوف اهو.
تعالى بقى يا لمنون. اجي يا ابو العيله، يا ابو العيله، انا يا ابو العيله، يا ابو العيله، يا ابو العيله، يا اوعى كده خدمت شيطانك، رجلي بينها اتكسرت. الف سلامه عليك يا ابو العيله. اقبل يا ابو العيله، اوعى يا اخباشي حد يسمع بكده. احنا نقول فاطني اني وقعت في الطاحونه. ما تخافش يا ابو العيله، اسند علي، اسند بلاني بعد. حاضر يا ابو العيله، اقبل يا ابو العيله، اقبل شويه. استغفر الله العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا واد افهم بقى، ولا بقالي ساعه عمال اقول لك ان طاعه ولي الامر من طاعه الله، وبعدين العمدة عثمان دي ولا زي اخوك الكبير، رايد لك الخير، ما تعصيش دماغك امها. خلاص يا مبروك، فيه ايه؟ احنا اول مره نشتري ارض ولا ايه؟ كده الكلام طول قوي يا ولا. حضرتك جنابك اللي بتطول في الكلام. ولا اختي تقول عليه انت بتكلم واحد صاحبك على هوا دي جنب العمده. ولا يلا يلا محروس، وبصم على العقد، وبعدها باخد الفلوس من جناب العمد. اخد الفلوس الاول وقبل ما ابصم على اي حاجه كمان. ايه لو انا يعني ما اقدرش اخد منك الفلوس بعد ما اديها لك، وما اقدرش كمان ابصمك على العقد دي من غير ما اديك مالي محمر. وليه كده يعني يا ودي؟ فهم قال المبلغ اللي بيقول لك عليه جناب العمد مش قليل بالنسبه لحته الارض اللي انت بتتكلم عليها دي. يلا قاضي امضي على العقد. لا قليل، وقليل قوي كمان يا بشاك مبروك. وبعدين انا داخل على جواز وخلفه وعيال، وما حلتيش غير حته الارض دي والدار. ارميها يعني كده ولا كنت ارميه؟ اسمع بقى يا واد انت، انا بقول يعني ان انت لسه صغير وعقلك على قدك، لكن انت عليك سابقه قبل كده، فلو دخلت السجن يا حبيبي لا هيبقى في جواز ولا خلفه ولا دياول. وادخل السجن ليه بقى ان شاء الله؟ وان كان على السابقه اللي انت بتقول عليها يا عمدي، فالناس كلها عارفه، وانت كمان عارف ان ولاد عمي بلغوا بلاغ كيدي عشان خاطر خناقتنا سوا، والحمد لله طلع بلاغ كاذب وخدت براءه، يعني كان مغرزه معمول فيه. يا وديف اقسم بالله العظيم تلاقي. خلاص يا مبروك خلاص، احنا مش هنقعد نهاتي. اثبت يا واد يا حرام انت هنا مكانك. حرام ليه وانا سرقت منك ان شاء الله؟ انت تخلص خالص. هات لي واد البيع المامور على التليفون، انا هربيه وأعرفك ازاي تتكلم مع جناب العمدة. ايه ده يا عمدة؟ اقعد ايه دمال الله. ايوه ايوه يا طلال، ايوه جناب العمدة محتاج جناب المأمور. يا زادت ولا ايه؟ جناب المأمور اهلا وسهلا. حاضر. ايه كده باظت خالص. لا يهمك يا عمدة، جناب المأمور عايز ايه ده؟ ما قاليش. ايوه معالي الباشا اهلا وسهلا، يا مساء الانوار. لا باشا طبعا، حتى يا سيدي لو لغوا الالقاب، البشوات بشوات والاكابر اكابر. ايوه امال ايه؟ لا سعادتك مش خير خالص، فيه واد حرامي هنا سرق زريبتم البهيمه عندي، سرق بهيمتم الزريبه عندي. لا الغفر بتوعي قبضوا عليه ومتحفظين عليه. كذاب كذاب في اصل وشك. سامع يا باشا؟ شايف بيكذب وبيشتم ووشه مليان كذب اهو. شايف سعادتك؟ بتشكريني يا باشا؟ ربنا يخلي ما عليك لين. مع السلام. وايمانات اللي انا بايع لك شبر من ارض ابوي. يا واد عيب يا واد انت، انت بتكلم العمد حتى لو اديتني قد ثمنها مرتين. يا واد اختيش يا واد، قال لي شر الحليم، امال ما انتش عارف اللي هيحصل لك. انا مانيش خايف بقى من حاجه، واللي عندك اعمله. انت بتقول اللي عندك اعمله؟ طب انا مش هعمل حاجه، خليك بغيظك بقى كده.